تنظن أن شهادتي مجروحة في فريق الأهلي المصري من بين أعتد وأقوى وأعظم الفرق الإفريقية على مر العصور؟ بعد الفوز ديالو بالسوبر كأس السوبر المصري فهو أصبح أكثر فريق متوج كنظن في العالم. دائما ما يتوفر على ترسانة من اللاعبين للمحليين اللي كيكونوا دائما عمود فقري المنتخب المصري، وحتى اللاعبين المحترفين فتيكونوا على طراز عالي وأجود اللاعبين. فالأهلي كيدخل أي منافسة إلا وأنه يمشي لأبعد نقطة، حينما تكون منافسة عالمية على غير كأس العالم للأندية، وملي كيدخل المنافسات الإفريقية فهو كيدخل بثوب البطل، كيدخل باش يحرز اللقب. المباراة في القاهرة كنظن أنها معنويا نوعا ما سوف تكون إيجابية للاعبين فريق الأهلي، وما كنظنش أن سوف تكون عامل سلبي على لاعبين فريق العين الإماراتي، لأن مباريات عادية في الدوري الإماراتي فالمدرجات تكون ممتلئة لا داخل الميدان لا خارج الميدان. شاهدنا الموسم الفريط والمباريات الكبيرة اللي لعبها العين خارج الميدان ديالو، الضغط الجماهيري اللي كان كيتمارس عليه، ولكن المساندة الجماهير الأمة العناوية اللي غادا تحج بكثرة للقاهرة باش تساند الفريق ديالها. فكنظن أن غتكون أو الضغط الجماهيري الأهلاوي فكنظن أنه غيكون عامل إيجابي وإيجابي جدا لفريق العين الإماراتي. حسن الحظ كريسبو او تواجد كريسبو في فريق يتواجد فيه سفيان الرحيمي، خصوصا ان سفيان الرحيمي جاي من مستوى رفيع مع فريق الرجاء البيضاوي وحصد البطولات والالقاب مع فريق الرجاء الرياضي، كان نجم الفريق، وبعد التحاقه بفريق العين لم يظهر بالمستوى المطلوب لانه كان لازم عليه نوعا ما شويه الوقت للتاقلم. الحصل لحد انه تاقلم بواحد الشكل شكل شكل سريع. اليوم سفيان الرحيمي كيظهر بمستوى كبير وكبير كبير بزاف، فكنظن ان كريسبو محظوظ بتواجد لاعب مثل سفيان الرحيمي داخل التركيبه البشريه للفريق ديالو. الفرق الكبرى على المستوى الإفريقي على غير فريق الرجاء الرياضي، الوداد البيضاوي، الأهلي، المصري، الزمالك، الترجي، النجم الساحلي، فهادو فرق تستمد القوة ديالها من الجماهير ديالها، لأن عندها جماهير جميع أنحاء العالم على غير الفرق الأوروبية الكبرى، والضغط اللي كيمارسوه داخل الميدان وحتى المساندة اللي كتكون خارج الميدان فهي كتعمل فرق للاعبين، لأن اللاعبين هاد الفرق تعيش يوميا تحت الضغط، يعني كتقابل الجماهير خارج الميدان فأنت مطالب دائما بالفوز وبالألقاب. هذا ما يميز الفرق الكبرى، وأكيد أن جمهور الأهلي عنده جمهور كبير من أكبر الجماهير الموجودة في العالم في الوطن العربي، فكنظن أن المساندة الجماهيرية ديالهم سوف تشكل فارق. لا أظن أن خسارة السوبر الإفريقي ستشكل ضغط ولا تكون عامل سلبي على فريق بحجم نادي الأهلي المصري، فكنظن أن ماشي كنظن، والدليل هو فوزهم بالسوبر المصري منذ أيام على الزمالك. فريق الأهلي المصري لا يخسر لقبين متتاليين، وهذا حسن الحظ نادي الإماراتي، فوز نادي الأهلي بالسوبر المصري، فممكن نادي الأهلي أنه يخسر لقب أو يفوز بلقب ويخسر لقب، فما كنظنش أنها سوف تشكل نوعا من الضغط على اللاعبين، لأن نادي الأهلي نادي كبير متعود أنه يخسر لقب ويفوز بألقاب ويخسر ألقاب ويفوز بألقاب، فهذه شخصية ديال الأبطال وشخصية ديال الفرق الكبرى، النهوض بعد السقوط.